حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. انخفضت أسعار الدينار العراقية أمام الدولار الأربعاء في أسواق بغداد وأربيل، ومع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية سجلت الأسعار 152,900 دينار مقابل 100 دولار، فيما ارتفعت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ليصير سعر البيع إلى 1537 دينارا لكل دولار واحد، بينما بلغ سعر الشراء 1517 دينارا لكل دولار. وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعا أيضا في محال الصيرفة وبلغ سعر البيع 1528 دينارا. أكد خبراء ماليون واقتصاديون أن تحديات كبيرة يواجهها الاقتصاد العراقي، مشددين على أهمية تنويع مصادر الإيرادات الوطنية بعيدا عن النفط، من خلال فرض الضرائب وتحسين الأوضاع في المنافذ وتعزيز القطاعات غير النفطية. وأشار الخبراء إلى أنه هناك حاجة إلى خطط تشغيل المعامل وتقليص معدلات البطالة، إضافة إلى خلق قيمة مضافة من خلال تطوير القطاعات خارج قطاع النفط. وأكدوا أن التحدي الرئيس يكمن في كيفية تحقيق تنويع الاقتصاد بعد فترة طويلة من الاعتماد الكبير على النفط، مشيرين إلى أهمية خلق قيمة مضافة من القطاعات الاقتصادية المتنوعة. انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط يوم الأربعاء برغم ارتفاع أسعار النفط العالمية. وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 12 سنتا ليصل إلى 73 دولارا و85 سنتا. وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 12 سنتا أيضا ليصل إلى 76 دولارا و44 سنتا. وارتفعت أسعار النفط العالمية وسط استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط. جاء العراق في صدارة الدول المستوردة من الأردن خلال 2023، فيما حاز على قرابة نصف الصادرات الأردنية لوحده، وتوزع نصف الآخر لباقي الدول العربية والعالمية في إحصائية تشير لمدى اعتماد الأردن على العراق في صادراته السنوية، أو ما يعني أن نصف عائدات الأردن خلال 2023 جاء من العراق. قال وزير التجارة التركي عمر بولاط أن بلاده تهدف لزيادة صادراتها في 2024 إلى 267 مليار دولار. جاء ذلك في خلال كلمة ألقاها خلال مشاركته في برنامج الإعلان عن أرقام الصادرات لعام 2023 بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأشار إلى أنه بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شهدت حركة التجارة العالمية في 2023 تراجعا بمعدل 4.5% مقارنة مع 2022 لتنخفض بواقع تريليون ونصف تريليون دولار. الآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي في أمان الله.